قمر المناخ، بكرة هتنتهي قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ اللي شهدت أكبر تجمع قادة العالم. شهدت كمان مناقشات قرارات هامة بتخص الحفاظ على كوكبنا. القمة الحقيقة وضعت مصر في صدارة المشهد العالمي من كل الجوانب. يعني لو بدأنا بالتنظيم، لو بدأنا كمان واتكلمنا عن الأفكار، التخطيط، المواقف التاريخية اللي قام بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، أبرزها الدعوة إلى وقف الحرب الروسية الأوكرانية. مصر حققت الحقيقة عائد اقتصادي واستثماري معتبر من خلال القمة فيما يخص الاقتصاد الأخضر والطاقة المتجددة، وقعد عدد كبير من الاتفاقيات والمشروعات البيئية في مجال الطاقة والاقتصاد الأخضر مع عدد من الدول زي الولايات المتحدة الأمريكية، زي كوريا الجنوبية والإمارات وغيرها. الحقيقة من المشروعات عائدات لا حصر لها، يعني إن شاء الله هنلاقيها أيضا يعني خلال الفترة اللي جاية، وهيكون طبعا معانا بيان بيها تفصيلي. معانا هاتفيا الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية. برحب بحضرتك يا دكتور. اهلا بحضرتك يا فندم. اهلا استاذ مشاهدين، اهلا بيك. وعايزة اعرف من حضرتك ازاي مصر وظفت استضافتها لقمة المناخ للدفع بقضاياها في الأولوية. بلا شك ان المؤتمر ده كان يمكن من اهم المؤتمرات اللي تمت على يعني في مؤتمرات المناخ على مستوى العالم منذ عام 1994 مع بدايه مؤتمرات المناخ. وده مش بشهادتنا احنا، ده بشهاده العالم وبشهاده الامم المتحده. قالت والله من افضل المؤتمرات التي تمت هي مؤتمر باريس 2015 ومؤتمر شرم الشيخ 2022، لما جاء من خلال ان يكون هناك تنفيذ او قمه التنفيذ كما اطلق عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ان يكون هناك خطوات جاده للتنفيذ على ارض الواقع واعتراف الدول المتقدمه ب يعني بدورها الكبير في زياده حجم الانبعاثات الكربونيه وفي زياده التغير المناخي السيء الذي بيشهده العالم من فيضانات، من ايضا من حريق غابات، من ايضا من عمليه تصحر وما الى ذلك، من خلال الإجراءات أو التغيرات التي يشهدها العالم ككل. وبالتالي كان هذه القمة شهدت مجموعة من التنفيذ أو التنفيذ الوعود التي تم الاتفاق عليها. وكانت الأهم ما يميز هذا المؤتمر بالنسبة للدولة المصرية أن مصر كانت مستعدة لهذا المؤتمر بمجموعة كثيرة من المشروعات من خلال منصة نوفي اللي كانت يعني وزارة التعاون الدولي ووزارة البيئة كانوا متعاونين في هذه المنصة بشكل كبير، وهي منصة للمشروعات الخضاء. وبالفعل تم التوقيع على مجموعة من الاتفاقيات التي بإذن الله والشراكات بعمل مشروعات. احنا تم الحديث عن وتم التوقيع بالفعل على شراكة بين مصر والإمارات لإقامة محطة للطاقة الشمسية في منطقة الزعفرانة، وأيضا هناك اتفاقيات مع ألمانيا ومع النرويج ومع كوريا ومع الولايات المتحدة الأمريكية. حجم المشروعات التي تم الاتفاق عليها وتم التوقيع عليها بالفعل هي بما قيمته 15.3 مليار دولار. دي مشروعات استثمارية في قطاع الطاقة النظيفة سواء كانت طاقة شمسية أو ده كانت 15.3 مليار دولار، ده ما تم الإعلان عنه كمشروعات واتفاقات؟ لا، دي مشروعات، دي مشروعات تم الاتفاق عليها، ويعني بإذن الله هتخش حيز التنفيذ خلال عام 2023 بمشروع محدد بدراسة جدوى، بمشروع بمكانه محدد فين الأماكن، سواء كانت في منطقة العين السخنة، منطقة الزعفرانة، منطقة محور تنمية قناة السويس. ودي المناطق اللي تم اختيارها بحيث أنها تكون منطقة جاذبة للاستثمارات وتوطين تكنولوجيا سواء كان الهيدروجين الأخضر أو الأمونيا الخضراء أو الطاقة الشمسية وطاقة الرياح. ولكن أيضا أنا بس عايزة أوضح حاجة يا دكتور بخصوص سؤالي، إن هي 15.3 مليار دولار، ده حجم يعني ما تم الإعلان عنه، لأن في عوائد مباشرة وفي عوائد غير مباشرة. ما هوضح لحضرتك. أيوة، احنا دي العوائد المباشرة، لكن لا أيضا لا، احنا عندنا ثلاث يعني او اربع مزايا تحققت او مكاسب تحققت للدوله المصريه. احنا دلوقتي بتحدثت عن المشروعات التي تم التوقيع عليها انها تخش حيز التنفيذ، ودي مشروع وليس اتفاقيه او بروتوكول تعاون او ما الى ذلك. لكن على ايضا تم هناك مجموعه من
بروتوكولات التعاون التي تمت خلال والاتفاقيات على المشاركة على مجموعة من المشروعات اللي هتكون بإذن الله ممكن تدخل حيز التنفيذ، ولكن بعد دراستها، ودي تم التوقيع عليها في أكتر من يعني في أكتر من اتفاقية. احنا بنتحدث على يعني هذا الرقم ممكن نقول عليه ان هو رقم مبدئي، صح؟ رقم مبدئي صح كده؟ صحيح. احنا أيضا تم اتفاق على 16 مذكرة تفاهم واتفاقية مع كبرى الشركات العالمية لإنتاج الهيدروجين باستثمارات مقدرة ب 83 مليار دولار. طب دول ما نقدرش نقول ان هم مشروعات يعني هتبدأ من بكرة، لكن دي اتفاقيات وبروتوكولات تعاون محتاجين الدولة المصرية من خلال وزارة الاستثمار، من خلال وزارة الطاقة، من خلال وزارة التعاون الدولي، ان يكون هناك تكثيف للجهود. وانا شايف ان ده بإذن الله هيحدث، ان يكون هناك تكثيف للجهود، انه يكون هناك يتولد من هذه الاتفاقيات مجموعة مشروعات على أرض الواقع. لكن طيب، لأكثر من ذلك هو إن احنا في نقطة مهمة يعني قبل ما اختم مع حضرتك يا دكتور عبد المنعم لازم يعني نقف عليها، وهي انعكاسات الاتفاقيات البيئية اللي وقعتها مصر على الاقتصاد المصري المستقبلي في المستقبل. حضرتك شايفها ازاي؟ احنا لما نتحدث عن مشروعات في قطاع الطاقة المتجددة، النهاردة العالم كله هيبدأ حتى جهات التمويل سواء كانت صناديق سيادية أو بنك دولي أو مؤسسات مالية عالمية، هي قالت والله أنا هبدأ أمول الشركات التي تقوم بعمل سواء كانت عمل مشروعات خاصة بالطاقة النظيفة، سواء كانت مشروعات خاصة بطاقة الرياح أو الشمسية أو الهيدروجين، أو إقامة مشروعات منتج، بس على شرط أن يكون بيستخدم طاقة نظيفة في إنتاج المنتج الخاص بي. يعني أنا والله منتج موبايل، منتج أيا كان المنتج، هذا المنتج الانبعاثات الكربونية الناتجة من خلال التصنيع لهذا المنتج هيكون وضعها إيه؟ وبالتالي تم اقتراح، وده هيتم تنفيذه من منتصف 2023، هيكون حاجة اسمها شهادة الانبعاثات الكربونية أو شهادة الكربون، اللي هو زي بالظبط شهادة الجودة. النهاردة ما ينفعش أصدر أي منتج للخارج إلا ما يكون حاصل على شهادة الأيزو اللي هو الجودة. ونفس الشيء هيكون هناك شهادة اسمها شهادة الكربون، هذا المنتج داخل المصنع حجم الانبعاثات الكربونية التي صدرت من في عملية التصنيع لإنتاج هذا المنتج، إذا كانت مطابقة للمواصفات القياسية العالمية هيكون نستطيع أن يتم تصدير هذا المنتج. إذا كان مغالى في حجم الانبعاثات أو في زيادة في حجم الانبعاثات هيتوقف هذا المنتج على التصدير، وبالتالي أن جهات التمويل الأجنبية لن تقوم بتمويل هذه المشروعات. فده جزء مهم. طب أنا النهاردة لو وطنت هذه التكنولوجيا عندي، وخلي بالنا لازم نعرف ان مصر هي من اكبر دول او من افضل دول العالم على مستوى العالم في هذه التكنولوجيا. ليه؟ لان كل العوامل الخاصه بهذه التكنولوجيا متوفره داخل الارض المصريه، سواء كانت الطاقه الشمسيه، سواء كانت الرياح، سواء كانت الهيدروجين، المياه، لان مصر عندها حدود مياه كثيره جدا، بحر احمر وبحر متوسط، وتستطيع انها تقيم هذا الموضوع. حتى الهيدروجين الازرق برضه استخدام الهيدروجين الاخضر، الاخضر بيتم استخدام المياه وطاقه الرياح او الطاقه الشمسيه، لكن الهيدروجين الازرق بيتم استخدام الغاز الطبيعي، وده متوفر لدى الارض. لا يعني هو الحقيقه دكتور عبد المنعم قطاع الطاقه والكهرباء كان ليهم النصيب الاكبر من توقيع الشراكات والاتفاقيات مع الكثير من دول العالم. الأول أنا بشكرك شكرا جزيلا دكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية.